هاد السيد اخويا جا خدا هاد البقعة هادي ياك وبغى يحفر الساس. حنا عندنا في الدرب ما كاين الساس، هاد الديور بنيين بالطباري، الناس اللي المهندسين وداكشي راه كيعرفوا ما معنى شنو هي الطبالي. الطبالي كتكون غير واحد الطابلة وواحد الساسي وواحد شي. هو بغى يحفر الساس، الا حفر الساس اخويا غير يجيب هاد الديور هادو اللي بجنبو ولا اللي قدامو، غادي يريبو هاد الديور هادو، ولا رابو هاد الديور هادو غتولي كارثة اخويا، كارثة كبيرة، فهمتي؟ حنا ما بغيناش هادشي، بغينا الناس المسؤولين يتدخلوا يشوفوا هادشي واش قانوني وماشي قانوني. حنا هادشي هذا ماشي تتوقع الكارثة عاد الناس ينوضوا يهضروا، الناس المسؤولين، ما بغيناش هادشي توقع شي كارثة، هادشي كارثة. شوف اخويا العلو ديال الدار قداش، العلو قداش ديال الدار هادي، والناس اللي قدامها ليه والناس اللي وراها ليه. الا بغى يبني غيبني كيما بنين هاد الديور، يبني بالطبلة، يبني داكشي عادي، ما يحفرش الناس الساس. حتى انا الدرب كامل اللي سولتيه قلبتي كاع الدرب كامل ما كايناش شي دار فيها الساس ابدا، حتى دار ما فيها الساس. حنا ما بغيناش شي كارثة توقع، وغادي الناس يبداو يتحملوا المسؤولية ديالها، العواقب ديالها غتكون وخيمة. المسؤولين يتدخلوا شوفوا هادشي واش قانوني ماشي قانوني. السيد جا كيحفر، جاب البوكلان وجاب الكاميواش وبدا كيحفر. نعم خويا، حنا مضرين دابا في السكن ديالنا العقاري داكشي، حنا بحالة مرزي، مابقيناش كنعس دابا انا في الدار ديالي، مهدينا انا والعائلة ديالي. وقع اخويا واحد الكارثة هنا صعيبة بزاف في الحفر المرأب، وهنا ما كاين حتى مرأب هنا داخل هذا الحي هذا، في واحد 400 ديال المنازل كلهم ما فيهمش المرائب، ولا هنا المرأب هاد السيدة واحد واحد جميتر وثلاثة وشي حفاري ثلاثة المتر على العقار اللي مهدين بالإسقاط.